زوم 73. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. هذه زوم 73 الساعة الثانية 11:03 دخلنا فيها نكملوا معاكم إن شاء الله حتى النص نهار. تفاعلنا برشا مع اللي صار في القلعة الكبيرة بخصوص سرقات الميداليا، ونهار الاثنين نحاولوا نعاودوا نحكي على الموضوع هذية. فمشي ما السلطات المعنية تتحرك ويكون فما مع تتمركز للوحدات الأمنية على قليلة في المناطق اللي تكثر فيها سرقات، على خاطر اليوم العبيد بالحق ولا مضارين برشا من اللي قاعد يصير في القلعة الكبيرة، سرقة في الليل وفي النهار. سين قبل هذية باش نمشي والبوفيشة اليوم تحديدا منطقة الصفحة من معتمدية بوفيشة، نحكي على إشكال البنية التحتية والمعاناة اليومية للمواطنين. كنا خدينا مواطن حكينا على اللي موجود في بوفيشة، ولكن حبينا ناخذ زيدا المواطن مع رئيس البلدية باش يفرغ قلبه المواطن وينقل مشاغل المواطنين في الجهة هذية، ونشوفوا زيدا من جهتها البلدية كيفاش تنجم تتفاعل في مثل هالإشكاليات هذية. هذا اللي باش نعرفوه تتفيت في أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. معنا مواطن من منطقة الصفحة سي سوفيان، صباح الخير ومرحبا بك. صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك. شكرا لك على قبول الدعوة. في المقابل زاد معنا سي عبد الله المزوغي رئيس بلدية بوفيشة، أهلا وسهلا بك على موجات نجمة فم. سي عبد الله، أهلا وسهلا، مرحبا، صباح الخير. صباح النور وتحياتي لكم جميعا. مرحبا بك، شكرا لك زاد على قبول الدعوة. دونك اليوم نحكي على منطقة الصفحة تتبع بلدية بوفيشة. اليوم المواطن هذايا عنده بعض الإشكاليات اللي حاب يوصلهم للبلدية ويحب يشوف شنو هو وجهة النظر متاع البلدية. سي سوفيان الكلمة ليك. والله سي عبد الله، الإشكاليات كلها يعرفها، كل الإشكاليات وفهم حتى تدخل من البلدية. ميسيش خلينا نعرفوهم احنا زيدا معاكم الإشكاليات مع سي عبد الله. المصبات بتاع البوبلات في كل بلاصة ولت ما عادش مصبات عشوائية، فما حالة تعرف الصفحة ولت مصبة بتاع زبلة، فما تحشاك مصبة بتاع زبلة ولت الصفحة، ما نحكيش على الحاجات الأخرى. فما ديجا يعرفها سي عبد الله، يعرفها تعرف اقسم بالله. شوف التلامذة ما تنجمش تتعدى تو للمدرسة. به الصور هاي موجودة على الصفحة الرسمية اللي نجمة فهم، قاعدين نشوفوا في الحالة متاع الكياس في المنطقة هذية. حاب نزيدك تصور تو التلامذة ما تنجمش تتعدى بحض المدرسة، بحض المدرسة ما تنجمش تتعدى، تلامذة صغار وواحد ما تنجمش تتعدى. دونك الاشكال اللي عندكم في البلاصه هذية هو الكياس اللي ما نجموش نتعداو فيه، والفضلات زاد اللي ما يتمش رفعها بانتظام هكا. صحيح. به سي عبد الله، تعدى من الديار ما تنجمش تدخل تعدى من البلديه طول التجهيز، وانا ما نجمش البلديه الامكانيات تاعي ما نجمش، بس ما تنجمش تخرج ما تنجمش تعدى كرم، ما تنجمش تعدى من الديار ما تنجمش تدخل الكرام. في عزله معناتها انتم؟ في عزله حسب رايك، لو تشوف الحاله ما تنجمش تخرج معناها، وكان على الاقل لما نجي نشوف المسؤول يجي يشوف ما يجي حد. فهمت؟ ما نحكوش على اسمه ولا حكاية الكورونا وحكاية الواحد، ما جا حد. فهمت؟ ما صار حتى حكاية. شو ما جاكم حتى حد انتم، حتى مسؤول جهوي في حكاية الكورونا ما فماش؟ ما جا حتى مسؤول. ما جا حتى مسؤول. فهمت؟ المناطق كلها فهمت مسؤولها فهمت، والمنطقة ذي مرقلين ديما تسمع كان كلمة مرقلين. انتم مرقلين ولا؟ مرقلين. خلنا نعرفوا سي عبد الله. سي عبد الله، ايوه، هذه المنطقه هذه مرقلين ولا ايه؟ منطقه الصفحه هي منطقه الحقيقه كبيره، ما فيها كثافه سكانيه عاليه. والواقع نقول ان ما نحفظها في فترات السنوات السابقه. سي عبد الله لو تسمح تعالي صوتك شويه، ماناش نسمع فيك مليحه. بالنسبه لمنطقه الصفحه، منطقة الحقيقة ما نالتش ما تحفظها في السنوات السابقة، ومنطقة ما تزاد كثافة سكنية عالية، فيها عدد سكان كبير. ومن خلال هذايا الحقيقة المجلس البلدي يرى من الضروري أن ما تميز المنطقة هي تميز إيجابي، من ذلك أن ما توقع ترفيع في الاعتمادات المخصصة للبنية الأساسية بصفة عامة في منطقة الصفحة. هات منطلق بالنسبة للمشاريع البلدية متى سرقة. أول حاجة عندنا صيانة قاعة المزمع الجازة دائرة البلدية، ثم قاعة كبيرة متى في حالة رثة، وقاعة تخصيص اعتماد باش القاعة هذه يقع تهيئتها وصيانتها، وبالتالي تكون متى مقر لدائرة بلدية.
لأن البلدية عايزين باش نعملوا دائرة بلدية على عين مكان تتوفر فيها مادة الذرات اللازمة باش يقوموا بعملية الرفع، علما أن الصفحة منطقة بعيدة شوية على بوفيزا تقريبا في حدود 20 كيلومتر، هي قريبة برشا من فيزا وبعيدة برشا على بوفيزا وتتبع متى تتبع بلدية بوفيزا. كذلك من الحوايج اللي أكدنا عليها بالنسبة لميزانية البلدية عندنا 90,000 دينار هي باش يقع تخصيصها لصيانة الطرقات في القرية داخل القرية، تجميل توسعة وتجميل مدخل القرية للتسويق، حطينا الاعتماد اللي باش نوسعوا في المدخل ويكون المدخل نتاعها مقبول على الأقل ما يكونش ضيق الصورة اللي كاين. كذلك الشباب بصفة عامة ثم منطقة الصفحة العليا والصفحة السفلى وقع برمجة عدد 2 أحياء للشباب باش يلقوا وين متى يمارس نشاطه الرياضي. هذا كل دون اعتبار المشاريع نتاع المجلس الجهوي اللي عندنا اول حاجه بداو بالتدعيم والتسويق التعليمي. خلينا سي عبد الله بربي باش نتفاعل معاك في النقاط الاربعه اللي ذكرتهم. انت قلت لي تهيئه القاعه للدائره البلديه، انا باش ركز لك على اليوم صيانه الطرقات داخل القريه هذيا. هو يقول لك رانا في عزله ما نجموش نتحركوا توا والتلامذة ما نجموش يمشيوا يقراوا. دونك ثم مقاول مده تقريبا 10 ايام عملنا جلسه معاه كثير من المقاولين يبداوا في مشاريع ثم يتوقفوا في المشاكل الاخرى لأن القرار مش خالص كذا. المقاول هذا انطلق عن زوج أخذ ثم مشاريع أخرى على المجلس الجهوي على البي ار دي اللي فيها تقريبا 2 كيلومتر و500 داخل القرية. دونك المقاول هذا انطلق ثم وقف على العمل نتاعه، بقينا في إشكال وقعدنا نتصلوا بالتجديد بالمقاول أخيرا تو من تقريبا أسبوع عملنا جلسة مع الأخوية الوزارة الجهوية للتجديد السيد المسؤول على المشاريع هذه في المناطق الريفيه واقرينا باسم يرجع المقاول ينطلق ثم 2 كيلومتر و500 هما يتابعين المجلس الجهوي. وقتاش يرجع؟ رجع دنيار معهم متى مدة اسبوع عملنا قصه جلسه استأنف الاشغال معناتها اي عهد باش يستأنف الاشغال وصفحه او المنطقه دي صفحه من جمله الاشغال. ايوه عندهم 2 كيلومتر و500 على المجلس الجهوي وعندهم 90,000 دينار لصيانه الطرقات في المنطقه. 90 دينار صيانه زد على هذا قاعة تخصيص 78,000 دينار للتنوير العمومي. 78,000 دينار هذه مشاريع بلدية. معناتها احنا بينتو ان شاء الله باش نلقاو الاهالي في المنطقة هذه باش يراو الاشغال نتاع 90,000 دينار اللي تخصصت للمنطقة نتاعهم نتاع الكياس وباش يلقاو زادة التنوير العمومي بميزانية قدرها 78,000 دينار. التنوير العمومي تم انجازه هذا المشروع نتاع 2018 ما قدر 78,000 دينار تقريبا ما يزيد على 60 أو 65 نقطة ضوئية. حقيقة عملنا مجهود كبلدية في التنوير العمومي. هو المواطن ماهوش قادر فيه المجهود برشا. لا موجود والأشغال تمت تقطعها وانتهت. خلينا نحكيو على الفضلات هذيا المتراكمة اللي ما يتمش رفعها، علاش ما يتمش رفع الفضلات في المنطقة هذه؟ مشاكل مع المواطن، حطينا الكوبيل هذوكم، حطيناهم الأخيان ما يعترفوش بالكوبيل يعتبر لهم حاجة زينة. كيفاش مواطنين في المنطقه ما يعترفوش بالسي سوفيين ربوا لي بوبيل هذو ما تعترفوش باللي بوبيل وتحطوا في الشارع؟ ما فهمتش. زو بوبيلات بحذا المدرسه خمس سنوات ساكن وانا في حسب رايك انت معناها كذا 500 ساكن حومه كامله كل حومه بعيد تبعد بحذا المدرسه كيلومتر تبعد البوبيل مش يمشي لك كيلومتر هم يحطك يمشي صوب بحذا البلاصه كل بلاصه بلاصه فهمت بلاصه بلاصه ما فماش حاويه لازمه. سي عبد الله تم في يوم معين تفكروا جبنا ديكوبيل جد وعملنا لنا حمله نظافه موجوده في الاكس والجرادير وجبنا متى 30 حاول جبناه وزعناهم على المناطق ثم في مشاكل ثم اللي يحب يحطها بحذا دار ثم اللي ما يحبهاش تماما وربما الاخيان يخرجوا برشا فضلات ثم اللي متى الناس متى عندهم الحيوانات غادي كي حصيلوا احنا في الاطار هذا كل مره في وزاره التو مده اسبوع نبحثوا التراكس بالكامل الكبير باش يدور على المصبات كل يرفعهم التراكس كل تقريبا قداش يخرج التراكس هذا؟ والله احنا في العاده البنت نتاعنا تخرج هذه اللي هي المال اللي في المناطق الريفيه يكون كي تخرج باش ترفع فضل. احيانا احنا بالنسبه لنا الناس تلقاها تعمل مدى في كل جهه لان المنطقه شاسعه وكبيره الناس كل شيء تخرج الفضلات كل واحد فينا يحط فيه تكثر علينا المصبات العشوائيه الحقيقه نتقاوم واحنا تعرف ان في اطار مثلا التوسع بتاع المنطقه البلديه تعرف كنا البلديه قبل كانت تدخل في 3400 هكتار تو ندخلوا في 27,000 هكتار
ضد هذا المنطقة السياحية اسمه الحمامات. وفي نفس الوقت ماذا إن شاء الله منذ أسبوع عندنا بين تصوير جديدة جاية بقيمته 400,000 دينار، ربما هذيك مش الدعم الحصول نتاع النظافة بشكل عام. نقدر الطلبات نتاع الأخيات ونعتقد جازم أن المنطقة هذه الحقيقة كبيرة برشا وشاسعة وبعيدة شوية ما ننسش حظها في فترة السبت. وأنا الحقيقة ماذا أنت تعرفها المنطقة سي عبد الله؟ أعرفها المنطقة ومواطنيها يستحقوا كل خير. لكن ليش احنا كما قلت ما شاء الله لو 78,000 دينار فيها جزء من التنوير العمومي دعمناه ب 78,000 دينار في حدود تقريبا 60 نقطة ضوئية سيعمل فيها. المجلس الجاي في إطار المجلس الجاي وعندنا 2 كيلومتر و500 قاعدين يتعملوا. تعرف أن في قرية 2 كيلومتر و500 ومشوا برشا شوارع. ناهيك أن من الطلبات المتأكدة. والحاجة الأخرى احنا سعينا باش عندهم البرنامج بتاع مثال التهيئة العمرانية. مثال التهيئة العمرانية جلسة كثير داخل المشروع مشروع بلد، ونأمل من خلال احداث مثال التهيئة ان يقع اقتراح البرنامج هذايا عن طريق وكالة التهذيب والتجهيز العمراني لاري اللي ربما هي القادرة باش تهيئ المنطقة الكلية وحقهم في هذا. والمستوى بتاع البنية الأساسية كما قلت لك منطقة جبلية نسبيا تسمع فيها وراها جبل تم سيلان تاع مياه الأمطار تم قلق كبير لدى المواطنين وحاسبه أنا. وأعتقد أن في نعم المثال سيئة نتاع المنطقة سيئة على الأقل نجم ندرجها ضمن برنامج مثلا لوري ونكونوا متى قمنا بالواجب إزاء المواطنين الرمية اللي لابد أن المنطقة دي تلتحق بالركب برقية العمادات تكون في أبها توفر فيها ظروف العيش الدنيا. به سي سوفيان سمعت كلام سي عبد الله مقتنع بيه ديما سي عبد الله معنا مشكور ديما معنا واقف لكن تحكي مع مسؤول ما يسكتك فما تحكي تشوف على الواقع اقسم بالله جي تشوف على حاله كارثيه فما والبلديه ما عندهاش فلوس ديما والصفحه بلديه وحده ما تنجم تعمل حتى شيء. سي عبد الله انت في المجالس الجهويه تحاول توصل شويه صوت المواطنين تاع المنطقه هذه واكيد المنطقه الكل كما قال هو نحن نتفهموا انه البلديه تنجم تكون ما عندهاش امكانيات الكريمه ان في مستوى مجلس جهوي حتى الميزانيه تقريبا في كل معتمديه متى يعطيه في تقريب 4-5 كيلومتر توزعها للمناطق. احنا مارسات حاولنا ان كما قلت صفحة راي في حالة ينسى لها وبلاصة منسية كما قلت انت من سنوات دونك ما فيها بس نتلفتوا السنة للناس هذو والأهم ميزة في العبادة ذكرمية متاع الصفحة رغم الظروف ورغم كذا عمره ما يجي يقول تخدمه ناس يخدموا في الأسواق ناس عنده مشاريع يتنقلوا ويخدموا متى ينقلوا في الخبز يعطيهم الصحة إن شاء الله ربي يكون في عونهم الناس الكل. أما في مقابل هذية في مقابل هذا ما همش يحتاجوا ساكتين وراضين باللي كتبوا ربي أما زادة ما ننسوهمش ونحاولوا نتحركوا في القريب العاجل باش صغيراتهم على قليلة نجموا يمشي ويقرأ. أنا النقاط اللي تكلمت عليها ما دوكم موجودين ومبرمجين الدينار مثل التهيئة العمرانية صياغة صيانة القاعة المزمع إحداثها متى كدائرة بلدية. أنا اللي يهمني أكثر الكياس سي عبد الله وماذا بيا في الأيام الجاية أنا وياك نمشي ونصور ونتعديو فيه الكياس هذايا مع المواطنين نتعديو فيه إن شاء الله هو مكيس ولائق بمواطنين كما قلت أنت قاعدين يسترزقوا يخدموا على رويحهم من فم ساكت وما همش قاعدين يحتاجوا هكا ولا مرحبا بك لكل واحد إن شاء الله نحب كلمة معناها وقتاش تبدا الأشغال وقتاش تبدا يعطيه كلمه سي عبد الله بالنسبه للسينا احنا ايش عملنا ما خدمناش بشكل رعواني كلفنا مكتب دراسات لان عندنا تقريبا قيمه 1,800,000 دينار في مختلف العمادات طرقات كلفنا مكتب دراسات باش يعمل نخدم خدمه دقيقه وصحيحه. مكتب دراسات تو اتم الخدمه نتاعو ان شاء الله بحول الله في الايام الجايه ما تعرف انا نهبطوا الفرقه دي نهبطها على السينيب مع فيه انا نقعد معك في المتابعه سي عبد الله نطلب كل يوم باش نعرف وقتاش تنطلق الاشغال هذا مرتبط بالصفقه اللي باش نعملوها في كل العمادات ميسيلش احنا نتفهموا الاداره ونتفهموا القوانين دونك نقعد معك انا في المتابعه واول ما تبدا الاشغال نعلموا الاهالي بانطلاق الاشغال فهمنا حتى سكو مع تقدير الاستاذ سفيان وليد ناصر في المجتمع المدني يعطيه الصحه قاعد يتواصل معنا بارك الله فيه واحنا عازمين كما قلت باش هالمواطنين هذوما
على الأقل نوفروا له ما أدنى مستوى نتاع حياة كريمة. لا شكرا لك سي عبد الله المزوغي رئيس بلدية بوفيشة. شكرا لك زادة سفيان على ثقتك في زوم 73. هذا يتعهد من رئيس البلدية في انطلاق الأشغال في الأيامات الجاية. شنو صاير في قصر أهل العائلة اللي قاعدة تتعرض للعنف ومسكر على روحها وما تنجمش تخرج من الدار؟ علاش هذا تفاصيل الموضوع اللي باش نعرفوها من بعد شوية.